بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان بكل لهجات العرب، اهلا بكم في حلقه جديده من صدى العرب. عايز ابدا حلقه النهارده بسؤال يمكن نوصل في نهايه الحلقه لاجابه ليه. سؤالي بيقول: هو الطب رساله ولا تجاره؟ اقول السؤال تاني: الطب رساله ولا تجاره؟ موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن الاستثمار في الطب والمنظومه العلاجيه في مصر. الاستثمار في الطب ولا الاستثمار في ألم ووجع الغلابة؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. محدش ينكر فضل الطب والأطباء والقائمين على مهنة الطب، مهنة لها احترامها وتقديرها ولها قدسية خاصة. مش أي حد يشتغل في الطب، ربنا سبحانه وتعالى حبى الناس دي بموهبة خاصة وبحكمة. من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثير. الطب والمنظومة العلاجية في أي دولة بيتقاس عليها تطور الدولة وعصب اقتصادها. يعني أي دولة فيها منظومة علاجية كويسة بتترجم وتتحط في مصاف الدول المتقدمة. من حكمة الطب وقوته ومنظومة العلاجية في أي دولة، في مثل أو في حاجة، في مثل ألماني دايماً بيقول: لن تستكن أو لن تستقر أي دولة ما لم يكن بها عالم يفتيك في أمر دينك أو طبيب يفتيك في أمر بدنك. الشاهد من كلامي اللي عايز أقوله إني في الفترة دي للأسف بيحصل مهازل في المنظومة الطبية، ولكن من البعض. التعميم هنا قمة الخطأ. إيه اللي بيحصل؟ المنظومة الطبية في مصر مقسومة لحاجتين: لا إما الطب الحكومي اللي هو مستشفيات وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية. دي منظومة تانية لها ما لها وعليها ما عليها. في الناحية التانية عندي منظومة الاستثمار في المجال الطبي، وده مش عيب ومشروع. احنا بنتكلم على الاستثمار في الطب مشروع، ولكن الاستثمار في أوجاع الناس ممنوع. هرجع لمنظومة العلاج الحكومي. ما ننكرش ان فيه إهمال في بعض المستشفيات، في تكاسل وتخاذل، في ضمير ساعات ما بيصحاش من طبيب، واللي بيدفع ألمه ووجعه دايما بيكون المريض. عشان كده هنفتح الملف الشائك النهاردة مع ضيف اللي هيشرفني بعد الفاصل، وهنتكلم بكل صراحة زي ما تعهدنا مع بعض. هنفتح الملف بقوة وجراءة وأجرنا على الله. هرجع لمنظومة الاستثمار في الطب. يا سيدي، احنا ما بقولكش ما تستثمرش في الطب، استثمر، بس استثمر بإنسانية، بحس وطني، بدافع ديني، برحمة. ده انت أصلا مهنة الرحمة والرحماء، مش أي حد زي ما قلنا بيشتغل في الطب. استثمر واكسب وخلي هامش ربح، ولكن حط في يقينك إن ده مريض. أصلاً رحلة المرض هي اسمها رحلة العذاب. ده الشاهد اللي احنا عايزين نقوله من كلامنا. طيب، في المنظومة العلاجية تاني ثلاث محاور، أو هنتكلم بس على محورين الأول. أنا هستثمر في الطب، المريض نفسه ليه دور. المريض لو أنت قادر وتروح مستشفى عشان تاخد خدمة علاجية أفضل، روح مستشفى خاصة، أكيد هتلاقي خدمة علاجية أفضل بفلوسك. هنا أنت بتعمل حاجة إنسانية جدا وفي قمة الرحمة، بتسيب فرصة لغيرك في المستشفيات الحكومية يستفيد بالدعم. أنتوا عارفين إن مصر الدولة الوحيدة اللي هي بتدعم المنظومة الصحية. وعلشان كده المنظومة الصحية في ناس وآراء، ولازم نحترم الرأي ده، بنقول إن الإهمال في بعض المستشفيات راجع على إن إمكانيات المستشفى قليلة، والتكدس من قبل المرضى أو الزيادة من قبل المرضى كتير، فبديهي إن في ناس الخدمة مش هتتم على المستوى اللي إحنا عايزينه. ففي ناس هتدفع الضريبة، متفقين على ده. أنا يعني يشهد الله أنا شاهد على موقف حصل معايا من حوالي سنة ونص بالنسبة للمستشفيات الخاصة. احنا بنتكلم على البعض أو التجارة، مش كله المستشفيات الخاصة. عندي زميلي من حوالي سنة ونص كان والده بيعمل عملية قلب مفتوح بيركب دعامة. طلع له الدكتور بعد حوالي ساعة. دايما العمليات دي بتاخد لها حوالي 3-4 ساعات. تخيلوا بقى قال له إيه؟ قال له: والدك محتاج دعامة تانية تنزل الحسابات تدفع، ولا قفل على كده. يعني هم يضحك وهم يبكي. حقيقي فيكي مضحكات مبكيات أو مبكيات مضحكات. ده ينفع؟ لو ينفع إن احنا ما نحسش بألم الناس وأوجعهم، لو ينفع إنك أنت طبيب ما ترحمش أم شايلة طفلها بينزف وتقول لها انزلي ادفعي الأول ولا يموت قدامك، لو أنت راضي عن ده ماشي. عندنا مشكلة تانية في القصة بتاعت الاستثمار الطب. للأسف بعض الأطباء، وبكرر على البعض، والحمد لله تعالى إن البعض دايما يا رب أنصر مصر يا رب إن شاء الله، ومحروسة بناسها وكل الكوادر اللي شغالين في كل المجالات، بيتحولوا لمحولجية إنجاز التعبير. تروح له المستشفى الحكومي اللي هو شغال فيها،
بإيحاء معين يبعتك العيادة بقدرة قادر سبحان الله، أو يبعتك المستشفى اللي هو شغال فيها الخاصة، وهلم جرة وتبدأ السيناريو بتاعنا. بعد الفاصل هنناقش إن شاء الله تعالى مع ضيفي منظومة الطب أو الاستثمار في المجال الطبي في مصر، ولكن هيكون معايا النهاردة مفاجأة وإضافة جديدة لصدى العرب، المحاورة والزميلة الإذاعية والإعلامية. هنحاور ضيفي الدكتور حسن زيان، زميلتي هي الدكتورة أماني الموجي، مذيعة وعالمية قديرة لها كل التقدير وشرف وإضافة لصدى العرب. بس قبل ما أطلع أنا عايز أقول حاجة بسيطة تقبلوها مني، يعني بقول له هات يا طبيب السماعة واكشف وقول لي بكام، أدفع الحساب الأول ولا على السرير منام؟ طب يا طبيب لو خلصت فلوسي وما كفت هتسيبني بألمي ووجعي ولا تكون إنسان؟ استنوني بعد الفاصل مع صدى العرب لكل العرب. مشاهدينا في كل مكان بجدد التحية بكل لهجات العرب في صدى العرب. قبل ما نطلع فاصل كنا بنتكلم عن المنظومة الصحية في مصر، ما لها وما عليها، ولما يكون في نقطة مضيئة في مجال الاستثمار الطبي في مصر لازم نبرزها ولازم نقول إيجابياتها علشان خاطر الناس أو اللي شغالين ممتهنين مهنة الطب يحوزوا حذوها. النهاردة ضيفي بيمتاز بالقوة والجراءة في آرائه، واحد من أهل الطب، هيكلمنا عن المنظومة الطبية ما لها وما عليها. ضيفي هو الدكتور حسن زيان، أمين صندوق النقابة العامة ورئيس مجلس إدارة مستشفى الجيزة للتطبيقيين. شرفتنا دكتور، وشرف إضافة لوجودك معانا في صدى العرب. أنا اللي شرفت بقناة صدى العرب، قناة محترمة وأهلا وسهلا. قناة مصر الزراعية، برنامج صدى العرب. أهلا وسهلا. أهلا، شرفتنا دكتور. وهيشاركني الحوار النهاردة ودي المفاجأة في صدى العرب الجميلة والمثقفة الزميلة الإعلامية أماني الموجي. أهلا وسهلا يا طه. اهلا وسهلا دكتور حسن، شرفتنا في صدى العرب. أهلا. وهيكون لنا لقاء جدير مع حضرتك، لانك من الناس اللي دايما صادق وصريح وصادم في ارائك بعض الاحيان. فهنطلع فاصل وحضرتك هتشوف التقرير ونرجع تشوف نشوف راي حضرتك فيه. اهلا وسهلا. ماشي. بالنسبه للمستشفيات الحكوميه ما فيش اي خدمات، ومعايا بطاقه صحيه وتامين صحي، ما بروحش التامين، بروح لاي مستشفى ادفع معاشي كله في العلاج. هعمل ايه؟ لان ما فيش خدمه، ما فيش خدمه. بندفع كل شهر مبلغ في التامين لكن ما بستفادش بيه. الحل الحكومه تتحرك، تتحرك زي البلاد الاوروبيه والبلاد دي، وما فيش ضمير، كل واحد يحرك ضميره جواه، لان هيجي في يوم من الايام هيقف قدام ربنا، هيعمل ايه بعد كده؟ محدش بيعمل اللي ربنا امر بيه. الرحمه، فين الرحمه؟ الرحمه، المحبه، الاخلاق، الضمير، الحاجات الانسانيه كلها اللي ربنا قال لنا عليها وفي جميع الاديان بينادي بيها. ولما بشوف جاري تعبان اجري عليه، ده انت ربنا خلاكي ملائكه رحمه. لا في ملائكه رحمه ولا في اطباء عندهم ضمير ولا اي حاجه. فكله يجري، فلان الفلاني جاي من طرف فلان ومعاه كارت يجي يجري، لكن غير الواسطه مفيش. كل الناس تموت. لما بروح للدكتور يعني مجرد ان هو يسمع كده ولا بيكشف ولا بيعمل، والدواء بيدي اي حاجه وخلاص على كده. لكن يعني معرفش امكانيات المستشفى اصلا او التامين الصحي مش قد كده ولا ايه بصراحه. فنسبه العلاج مش قد كده. في اماكن فيها الخدمة ممتازة وبعض الأماكن وهي الأكثر فليس فيها الخدمة على ما يرام. المريض بياخد كل حاجة مستلزماته مع هولوتن وهو اللي بيشيلها على حسابه، وبعدين في خدمات بسيطة جدا جدا. المفروض هذه المستشفيات والأماكن تكون مجهزة بكل ما فيها من أدوات طبية وخلافه، ولأنها الشاعر بيقول لسيادتك دار تفيض برحمة وحناني وتخفف البلوى عن الإنسان.
ونشوف ما فيش تخفيف بلا ولا حاجه. العيوب ما بقتش في الحكومه بس، بقت في المستشفيات الخاصه، والمعامله بانت، والتامين نفسه تبع الخاصه بقى باين وظاهر جدا انه اختلف عن الاول. دي حاجه انا بتكلم فيها، لكن اداؤه طبعا قل، والدواء اللي احنا كنا بنصرفه من مستشفيات يعتبر مش هذكر اسمها، طبعا احسن مستشفيات ان انت بتلاقي فيها كل حاجه دلوقتي مش متواجده. طبعا العلاج ما بيجيبش نتيجه لان الماده اللي فيه مش كافيه، العلاج ده غالي، ده طبعا حاجه ملحوظه جدا. فحاجات كتير احنا مش ما تلاقيش، عايز اشعه، عايز تحاليل، لازم تعملها بره، وبره بالالوفات حضرتك، ما تلاقيش اخصائي يكشف عليك ولا استشاري، واخد بال حضرتك؟ ما فيش اي حاجه. الحل بقى في ايد ربنا، الناس اللي زينا اللي على قد حالهم، اللي على المعاش زي حالاتي كده، يجيب منين؟ والتامين الصحي صفر. تروح عشان تكشف حضرتك تقعد 3 4 ساعات مستني الدكتور، الدكتور يجي يكشف على 150 واحد في ساعتين ثلاثه. مفيش مستشفى حكومي حضرتك فيها جهاز رنين مغناطيسي، حتى القصر عيني لو عايز اشعه رنين مغناطيسي تتحجز لبعد 6 اشهر عشان تعملها. المريض هيستنى المده دي كلها؟ انا بعاني، عندي انزلاق غضروفي، وعندي غضروف، وعندي قولون، كل ده بعالجه على حسابي انا. والله احنا تعبانين، والله تعبانين، ولاش واخدين حق. واي مستشفى بنروح اديك شايف عيني هو، وديك شايف الحال، وما فيش حاجه. والله انا جيت تعبانه جدا في الطوارئ تحت، والحمد لله صراحه استقبلوني استقبال جيد جدا، والدكاتره كانوا على مستوى عالي جدا من الاهتمام وتمريض طبعا، يعني بنات ما شاء الله عليهم، وعملوا لي كل اللي لازم وانا في الطوارئ، وجهزوا لي الغرفه، وطلعت الغرفه ويعني كنت حتى تعبانه قوي، دخلت عمليات على طول، محدش قصر معايا خالص. يعني المستشفى يا ريت كل مستشفيات مصر تبقى بالنظافه ديت وبالاهتمام ده من الاطباء ومن التمريض، حاجه تشرف بصراحه. انا الدكتور محمد محمود جديد المحمود، ماسك مدير عام للمستشفى دي من سنه 2000، يعني النهارده تقريبا 18 سنه. المستشفى بدات صغيره، لكن كنا متوقعين ان احنا هنبدا فيها بسرعه. بعد سنتين وصلنا للمستوى الاعداد من الاعداد، سواء الاعداد اللي بتيجي في الطوارئ او الاعداد اللي بتيجي في الاقسام، للاعداد اللي احنا متوقعينها. احنا اساسا المستشفى في شارع الهرم، وده يعتبر من الشوارع اللي هي فيها اكثر نسبه حوادث، وبالتالي عندنا قسم الطوارئ استقباله لا يقل عن 50 حاله يوميه. فيها حوادث وفيها امراض عاديه، امراض عاديه يعني مش كلها حوادث. بقيه الاقسام المستشفى انا عندي كل الخدمات الطبيه موجوده، يعني كل الفروع، سواء اذا كانت الفروع الخاصه في الجراحه او الفروع الخاصه في الامراض الباطنه عندي كلها. انت عارف الطب عندنا فرعين اساسيين، فرع باطنه وفرع جراحه. الجراحه لها جراحه خاصه وجراحه عامه، والباطنه باطنه عامه وباطنه خاصه. ال 11 فرع دول كلهم عندي. احنا بنقول دايما بصفه مستمره، بنقول للتمريض ان انتوا خدوا بالكم استقبال المريض حسنه، وكل حاجه بعملها للمريض حسنه. فانت بتقعدي بقيت بتفضلي طول النهار تجمعي في حسنات لغايه اخر النهار. والمريض يهمه قوي اللي بيستقبله يكون على وشه ابتسامه، ويحسسه انه مش حاله مثلا مفقود، يعني مش شده فيها، يعني انه هيخف وانه هيبقى زي الفل، وانه يعني نفسيته اساسا. العيان نمره واحد 60% من خط علاجه بيبقى نفسي. رساله بوجهها سواء اذا كان الاطباء او التمريض او العاملين في الحقل الطبي، ان دايما دايما ال 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 في مثل عندنا، مثل عادي بيقول لك ايه، لاقيني ولا تغديني. يعني استقبال المريض لازم يكون على وش العيان اللي انا وانا بستقبله ابتسامه خفيفه تطمنه، لان المعامله النفسيه دي من اهم خطوات علاج اي مرض. اي مرض سواء اذا كان جراحي او باطنه بنسبه العلاج النفسي فيه لا تقل عن من 40 ل 60%. فمقابله المريض نفسها، مقابله المريض نفسها علاج. وبعد كده انا دايما بقنعهم الاطباء الجداد بتوعنا والتمريض، يا اولاد انتوا لما بتقابلوا العيان بتكسبوا ثواب، لان مقابله العيان حسنه.
اي خدمه بعملها للعيان حسنه، فده كل دي حسنات انت بتقعد تاخدها طول النهار طول ما انت مع العيان. توقع ان هذا العيان، لو فرضنا هذا العيان قريبك، هتعمل فيه ايه؟ زي ما هتعمل مع قريبك اعمل مع هذا العيان. اخد من كلام زميلتي اماني، وصفت ضيف النهارده بالقوه والجراءه، وعلشان كده بحجم قوته وجراءته هبدا بالسؤال القوي الجريء. دكتور راضي عن المنظومه الصحيه في مصر؟ لا. ليه بقى؟ بمعنى ليه؟ المنظومه الصحيه لازم تتبني الاول على الضمير. نمره واحد، الضمير ضمير الانسان. الدوله لو جابت اكتر من الاحتياجات واكتر من الحاجه اللي موجوده برضو مش هتنفع بدون الضمير. النهاردة المفروض على الدولة ان كل المستشفيات اللي تملكها الدولة تبقى مجانا مجانا مجانا، ما اخشش اشتري سرنجة. لكن النهاردة بتفرض على المريض اللي بيخش، جيب لي وجيب لي وجيب لي وجيب لي، وطبعا المريض بينام بيتخدر بيتعمل مش عارف ايه، ما يعرفش ايه اللي خده او ايه اللي ما خدوش. دي نمرة واحد، ان ما كانش فيه ضمير. الضمير ده بقى مقسوم لثلاث حاجات: ممرضة اولا، ونحن غير مهتمين والدولة غير مهتمة تماما بهذا النوع من التعليم. التعليم اللي المفروض يبقى هو أهم من أي مهنة أخرى، لأن نمرة واحد في أي تخطيط عالمي الصحة، صحة الفرد، والفرد ده يبقى صحة المجتمع بعد منه، عصب الحياة دي الفرد. يعني النهاردة هم كله النهاردة في الدول الأوروبية والعالم المتحضر بيستعيد الفرد بآلة. الآلة لازم يتعمل لها صيانة وبيدفع لها فلوس. طب ما أنا أعمل للي عمل هذه الآلة الصيانة المطلوب، مش أكتر من كده. دي نمرة واحد، ودي يعني دي نمرة اتنين في الحديث. التمريض لابد أن ياخد نظام جديد عن اللي موجود. هم دلوقتي ابتدوا يتطوروا فعلا، ان الدبلوم التمريض القديم ابتدى لازم ياخد سنوات أربعة عشان ياخد بكالوريوس. طيب كل ده حلو فنيا أو تقنيا، الممرضة او المرض هيستوعب الدرس في الكلام، لكن في شيء اهم من ده كله، انه يديله الوعي الكافي لانه عامل المريض ازاي. لان المعاملة او 90% من شفاء المريض معاملة مش اكتر. ده المريض ممكن يشفى لو حد من اهله راح سأل عليه. نمرة ثلاثة، الدكاترة. النهاردة الطب بقى طب تجارة، ويعني مش انا اللي بقول، مش قلقان من دي دي لا، ما هي اصلا متداوله ومعروفه. النهارده حتى الطبيب اللي بيشتغل في قطاع خاص بيجي يخش مثلا عيادته، ويقوم واخد من عيادته مريض لمستشفى اخر يكون هو متفق معاه عليه. يعني ادي برضو من نوع الضمير. يعني دكتور، حضرتك قلت ووضحت نقطه مهمه جدا هنا، ان الضمير والتجاره بقت تجاره. هل دول من سببه المستشفيات المنبثقه كتير علينا، المستشفيات الخاصه اللي فتحت استثماريه مش همهم طبعا غير المكاسب، سحبوا الدكاتره الكبار من المستشفيات الحكوميه، وبقى الدكتور بيحول المريض من المستشفى الحكومي للمستشفى الاستثماري. صح. الممرضات بردك المميزين بقت في المستشفيات الاستثماري. فهل هذا من راي حضرتك ان المنظومه الحكوميه وقعت من هنا؟ يعني هم كتروا الاستثمار وفي نفس الوقت راحوا موقعين في اتجاه اخر المستشفيات الحكومه. راي حضرتك، وانت قمت بتجربه عظيمه جدا في الجيزه الدولي وهنيجي ليها في الوقت اللاحق، راي حضرتك هنا ايه في الدكاتره الكبار اللي بيعملوا كده في ابناء وطنهم من الغلابه؟ يعني انا مش عاوز احكم على كل او اخليها على العموم، هو في شخصيات معينه هي اللي بتستغل هذا، بتستغل مرض الناس، وده طبعا ربنا هيحاسبه عليه حساب عسير. لان المريض ده جاي ما فيش في جيبه 1000 جنيه، بتيجي المستشفى بتاخد، المستشفى الخاص بتاخد منه تامين، ما هو لازم اخد تامين عشان على الاقل اضمن
قيمه الخدمه على الاقل. ايوه وبتحصل مشاكل كتير في هذا الموضوع، لكن برضو عندنا في المستشفى جهاز الدوله انا مدي سماح بانه ايه الحاله الطارئه اللي بتيجي بسرعه واهلها ما لحقوش يلموا نفسهم بيخش وبيطالب بالفلوس بعد منها بيوم او باثنين او بثلاثه على حسب مقدرته. أيوة. الطبيب اللي هو بيغالي في اتعابه دي بقى برضو بترجع له هو، اللي خلاه ساب الحكومه ان الحكومه ما بتقدروش. ايوه فبيجي بيبقى في حريه مع مجلس اداره اي مستشفى او مع صاحب المستشفى ان يبقى في تفاهم معاه، هتديني ايه؟ هاخد من اتعابي كام؟ النقطه يعني. دي جميله جدا دكتور حسن، حضرتك شايف ان الحكومه قالت نسيبهم يتاجروا في المواطنين مقابل تدني رواتبهم في المستشفيات الحكوميه من وجهه نظرك، سابوا منظومه تتفحش وتتوحش وتأكل من هذه الفئة الضعيفة عشان خاطر ما يزبطوش المنظومة في رواتب الدكاترة في المستشفيات الحكومية؟ دي صح 100%. الحكومة أهملت هذا القطاع. أيوة. مش الحكومة اللي موجودة، الحكومات السابقة لغاية آخر حكومة والحكومة الأخيرة بتحاول تصلح، بس تصلح إيه؟ تصلح 30 سنه فاتوا، مش هنقول 30 عشان ما تتربطش بعهد حسني مبارك، بتصلح من مده كبيره جدا اللي هي المنظومه الصحيه بتنزل. أيوة. بتنزل. انت قلتي ذكرت حاجه كويسه بانهم تدني المرتبات في الحكومه بتخلي الدكتور يمشي يروح يدور على مستوصف بلاش مستشفى كبيره. أيوة. عشان يزود من دخله، لان طبعا الغلاء وزياده الغلاء المستمر بيضطروا انه عاوز فلوس، ما عاوز يعيش. وبعدين النهارده بتديله 600 700 جنيه 1000 جنيه. ايوه ما ينفعش كمريض كطبيب قصدي. أيوة. ما ينفعش. ايوه كلام حضرتك يعني خلاني كده في سؤال جوايا عايز اقوله، انت زعلان من الجامعات الخاصه اللي بتفرز لنا طبيب مش كفاءه، طبيب طالع بفلوسه، ده بيترجم في صوره ان هو بيتحول لتاجر، بيجي الدكتور خايف. المنظومه دي بقى نعالجها ازاي؟ ولا هي صح ولا غلط؟ بالنسبه للاطباء بالذات الجامعات الاهليه او الخاصه ما لهاش دعوه بالطب. المفترض ان نلغي ابعد الطب بالذات كليه الطب بس. انا ماليش دعوه بالباقي، انا بتكلم على الطب بس. ليه؟ لان انت عندك اساتذه انشاوا كليات الطب في مصر، اساتذه وموجودين لغايه الان اللي هو علموا اجيال. يعني انت النهارده المستشفى تيجي مثلا المدير الفني بتاع المستشفى او مدير عام المستشفى يقول لك احنا عاوزين اطباء، يشترط ان يكون خريج جامعه القاهره او نمره 2 عين شمس او نمره 3 اسكندريه، ما بيجيش ناحيه الجامعات الاهليه لان هو بيخاف. بس لقي لهم سكه ومجال وشغالين في المجال. ايوه بيشتغلوا بس مين بيدفع ضريبه ده؟ كل فريق بيطلع منه واحد او اثنين اللي هو كان اصلا حابب وما قدرش درجاته. يعني من باب اولى لو قفلنا الباب ده على كليه الطب في التعليم الخاص نكون احنا اللي كسبانين كمصريين. او حتى الشعب الطبي كشعب مصري. كشعب مصري. لا كشعب مصري. دكتور حسن شايف حضرتك ان كان في تخطيط سيء من البدايه لانبثاق او الموافقات وتراخيص جامعات كتير جدا خاصة ومستشفيات كتير جدا استثمارية، هل ده السبب وخطأ من الدولة انها رخصت بهذا الكم وما كانش فيه حد من الكميات؟ يعني ماشي احنا في دولة عايزين
وهي اصلا الطب ممارسه. أيوة. وبعدين النهارده الطب ما بقاش طب العلاجي. أيوة. الطب النهارده بقى طب اجهزه. أيوة. اجهزه بتشخص وبتقول، زمان ما كانش فيه كده. يعني حضرتك مع الاستثمار في الطب ولكن بشروط. اه بشروط بتقنين الاثنين بقى في الشرطه عشان ما قعديش. الجامعات الخاصه ما تاخدش اي خريج اي واحد طالع من الثانويه العامه زي ما قالت الدكتوره 50%، لا ده انا لازم اكون زي الجامعه الكبيره. شوف انا بقول لك باللغه العاديه، بقول لك الجامعه حاليا يا دكتور الكبيرة. فعلا ان ده من سنه بس من سنه بس بس الدكاتره على مدار السنين اللي فاتت ما احنا بنتكلم على اللي شفناه خرجت لنا بالظبط، اللي شفناه لسه اللي ما شفناهوش جاي اما نشوف. ايوه هل حضرتك شايف ان منظومة الكليات دي يتحدى بيها؟ فيها أخطاء كبيرة جدا، فيها استغلال للطلبة بصورة كبيرة طبعا. جدا طبعا. عايزين نعمل تشريع أو قانون، هل حضرتك معايا في أن يوضعوا قانون أن اللي يحصل الأخطاء دي في بعض الجامعات؟ وطبعا إحنا عرفنا برضك أن في بعض برضو ده بسبب صيدلي خريج ثانوية عامة. إزاي كارثة أماني ده المفروض ده المفروض أول واحد يكون انه ما بقاش ادبي عشان تفلتر ده، بس هو خلاص طلعوا بامر واقع وبقى عضو نقابه الصيدله. بقى بيشتغل فين؟ استنى بقى، هيشتغل في الصيدليه؟ لا مش خد تصريح. لا امال بيشتغل في الصيدليه، بيبيع التصريح بتاعه للناس تانية. لكن هو بيشتغل مندوب، تحول لتاجر كده. بقى تاجر، هي بقت تجاره. بيشتغل مندوب ده لو ما هلوش الوقت بيشتغل مندوب في شركه ادويه، مندوب مبيعات. بس في البدايه من الاول غلط. انا باكد حضرتك يا دكتور سيد، هو الترتيب ده كله غلط. انت ده بتاخد نتائج هذا لازم بقى ناسس. دكتور حضرتك صرت نقطه فعلا، ان دلوقتي الابناء واولياء امورهم برضك انا ما بعفهمش من الخطا في هذه المنظومه، لان انا عارف ان ابني هيطلع طبيب وهو واخد 50% يعني فاشل ثانويه عامه. يبقى ازاي ان انا يكون برضك كام او اب يجي لي ضمير ان انا اربي ابني على عدم الضمير؟ دي برضك احنا فينا حاجه سيئه في المجتمع، فلازم احنا برضك نفوق لدوا ان احنا نربي ابننا على الضمير. هي دي التربيه الحديثه اللي فقدناها زمان، كنا بنتربى على الضمير، حتى لو الطفل كان بياخد قلم زميله وينساه في شنطته كان في تعنيف وفي ان ده غلط وان ده حرام وان ده كذا. الحته دي فقدناها، فلذلك احنا شفنا. فانا ما بعفيش اولياء الامور برضك حضرتك من افشال المنظومه الطبيه في مصر، برضك يقع عليهم هذه. حضرتك سيرت موضوع الرخصه الخاصه، اللي لما بيطلع دكتور بيأجر الرخصه بتاعته. الاب او الام دلوقتي بتدخل الجامعات الخاصه لابنها وبيختاروا صيدله عشان هذا المشروع، عشان يجيب فلوس وهو قاعد. طب فين انت بتربي لاولادك ازاي ان هو يكون قدوه، وازاي ان هو يكون معتمد على نفسه ويطلع الدرجه درجه، وهذا ما افشل شبابنا. طبعا لا، ده في حاجه كمان. النهارده الولي الامر او والده الطالب صرفت عليه في الثانويه العامه دروس خصوصيه مبالغ طائله، ودخل بفلوس قال عن لما دخل الجامعه. فهي اللي جت بقى خلاص بعد 4 سنوات من الجامعه وتخرج بقى دكتور، هي فرحانه بانه بقى دكتور. ايوه ما دخلتش جواها هو بقى دكتور فعلا ولا خد شهاده. وكان زمان طالب الطب وهو ماشي كده يعمل ايه؟ ماشي كده وحط البلطو عليه. طبعا كان بيتعمل له احتفالات في الشارع اللي ساكن فيه او الحاره. الام والاب كانوا فرحانين بيه كده. يجي بقى عاوز هو الاب والام عاوزين ياخدوا نتاج من اللي ايه صرفوه. صح صح. فبقى مش مهم ياخد تصريح، يدفع ثمن التصريح، مش عارف ايه الكلام ده كله، مش مهم. لقى فلوس او شال من على دماغه مصروفاته على الاقل. دكتور عايزين حضرتك تقول لنا تجربه مستشفى الجيزه الدولي، وازاي حضرتك صنعتها وعملت فيها اشياء جميله جدا وبسعر مخفض. يعني حضرتك بمثل انا الحضانات بره ب 2000 و1500 جنيه الحضانه ومش بتتلاقى، حضرتك عاملها ب 200 جنيه الحضانه، وعند حضرتك خدمات مميزه، وده مش شكرانيه عشان انت قاعد، بس احنا استضفناك اليوم عشان نقول في نموذج ناجح ونطالب ان التجربه بتاعت حضرتك تتحقق على 27 محافظه. فحضرتك ناخد نبذه منك في هقول لسعادتك حاجه بالنسبه انها تبقى على 27 محافظه.
أنا قدراتي وإمكانياتي المالية كنقابة التطبيب اللي هي مالكة المستشفى ما تقدرش تغطي 27 مستشفى ل 27 محافظة. أيوة. النهاردة المستشفى دي لما اتبنت في التسعينات اتبنت بفلوس أقل. لو قعدت النهاردة مرة أخرى تبني هذه المستشفى بس ايوه تكلفه واحد في خمسة. ما احنا انا من وجهه نظري يا دكتور ان ليه ما يقعدوش مع نقابه التطبيقيين ويحتذوا بالنموذج اللي حضرتك عامله ويكون في مشاركه ما بين المحافظه وما بين حضرتك. المحافظه تخش عندهم الصناديق الخاصه تخش وتعمل هذا النموذج لانه اولا بيحاربوا بيه جشع المستشفيات الخاصه الاستثماريه. حضرتك خاص بس رهيف بالناس اسعار حضرتك برضك مخفضه لدرجه كويسه جدا فممكن يكون دون بدايه شراكه يقعدوا مع حضرتك يشوفوا النموذج. انا ما عنديش نقابه التطبيقيين وحضرتك وتخشوا بالنموذج ده وكل محافظ يخش يديك الارض ويخش مشاركه في عائد هيخش للمحافظه نفسه وفي نفس الوقت بيخدم البلد في تطوير المنظومه الطبيه. وماله هي محتاجه اتصالات جامده بيننا وبين وزير الصحه والمحافظين. ايوه لان هو المحافظ يهمه ان يلاقي مستشفى معتدله بحيث انه يخفف على الناس اعبائها. يعني احنا بنلجئ من هنا يا دكتور بهذه الفكره وان هم يقعدوا مع انا معاك في ده واحنا مستعدين كناس. أيوة. لينا خبره في هذا المجال او المجال المحدود ونموذج ناجح لخدمه الجماهير بمعنى. أيوة. صح لان انا ما بخدمش اعضاء النقابه بس. أيوة. انا بخدم المجتمع اللي انا قاعد في وسطه بالظبط وباسعار برضو مش هقول بقى غاليه ولا مخفضه معتدله على قد الامكانيات بتاع الشعب المصري اللي في ساعه الزنقه بلاقيه او بيلاقيني قصدي. جميل المبادره اللي قالتها اماني. طبعا ان حته المشاركه المجتمعيه والتواصل ما بين الجهاز التنفيذي ما بين مشروعات ناجحه يكون في محاكاه للنموذج اللي حضرتك قلته. طبعا طبعا ليه حتى يتطبع على مستوى النقابات الثانيه او الجهات المجتمعيه الثانيه. وماله هو يا ريت بس هنا في سؤال فرض نفسه ليه بالاسعار الفيزيتا غاليه ليه الناس بتخاف ان هي تتحمل يعني الناس في ناس عندها تتحمل الم المرض نار المرض للدكتور. والله تروح المستشفى ما لا صح بيحصل ولا يحصل. ولا دكتور ولا خاص انا بقى هقول لك حاجه ولا دكتور خاص انا هقول لك حاجه بالنسبه عندنا عندنا قيمه الكشف في المستشفى استشاريين محترمين ولهم عيادات بره ولهم عيادات عندي. لما يجي الدكتور الاستشاري الكبير ده المحترم اللي بقى له 40 سنه خبره اسمه طبعا وخبره اسمه اسمه موجود والمريض بيجي على اسماء ناس معينه بالظبط بيجي يلاقي كشفه ومخفض عنده 100 جنيه في عيادته هذا الطبيب بالتحديد ال 100 دي 300 و400. يبقى كل التحيه للناس دي اللي طبعا انا بقدم لهم تحيه بالمناسبه دي يعني. نتمنى ان كل يعني لما يجي طبيب استاذ كبير واستاذه مخرج اجيال وتلامذته بيشوفوه ياخد بس عنده قناعات شخصيه ان هو معاه رساله انا انا مش تاجر ودي منظومه نجاح. طب لو قلت سريعا للناس اللي هم بيتاجروا بالاسعار والفيزيتا والارقام العاليه المفترض ان نقول لهم ايه بقى؟ اقول لهم ايه؟ بتقول له طب في بتقول لها في اخواتكم وفي ناسكم. لو جينا على الجهاز الرقابي بقى المفترض ان احنا نراقب على الناس دي ولا ملهاش معايير ولا المفروض يتعمل معايير؟ مين بقى وزاره الصحه؟ دي شغلها. ما انت ما مين دول ولاد ولاد وزاره الصحه؟ بس هو بيعتبر ان هو مثلا دكتور حر في عياده بره حر فمهنه حره يعني. ايوه هو شاطر يعمل ايه بقى؟ الدوله شاطره تعمل ايه؟ تجري وراه بتوع الضرايب. يخش بتاع الضرايب السكرتيره بتاعه الدكتور او الراجل اللي بينظم الشغل يعني بيساله هو الكشف كام؟ يقول له 50 جنيه. لكن في يعني الاصل يعني في الاصل بياخد 300 و400 في الاصل بياخد 300 و400 ده في 700 و800 وفي في في وخد بقى حضرتك المفاجاه يا ما تيجي تستشير يقول لك مثلا انا كشفت ب 600 جنيه والاستشاره ب 440 طب كملها 500 يعني كملها 50 عيال 10 جنيه. اول كلامي ان الطب النهارده بقى تجاره هو اهم حاجه عنده انه يجيب فلوس. بقت النواحي الماديه غالبه على الضمير كالت الضمير كالت ما تبقى من الضمير اللي كان موجود. دكتور حسن شايف حضرتك ان احنا كمصريين اتغيرنا؟ طبعا ان الضمير عندنا كل المستويات في جميع المستويات بكلم حضرتك في كل المستويات. هل احنا بقينا شعب وحش مع بلدنا للدرجه دي؟ في مننا كويس فعلا وهو متمسك ببلده حتى الان بس ليه احنا ضميرنا مات لهذه الدرجه؟ لا انا مش معاك في ان ضميرنا مات. ايوه ضميرنا مازال موجود بدليل ان في حاجات ناجحه كتير.
بس في ناس ضميرها ما هي بقى فعل. موازنة ربنا عاملها ايوه 50% كويس و 50% وحش. لا هنبقى 100% وحشين ولا هنبقى لا بس كنا زمان 90% و95% كويسين عشان الاجيال القديمه اللي ربتنا ايوه كانت اجيال بسيطه وكانت طموحاتها قليله. انت اكتر واحده لا مش بعمم مش بعمم يا جماعه بس انا بقول لا انا بقول حضرتك يا دكتور قلت 50% و50% نسبه كنا زمان 90 و95% كويسين ومع بلدنا. لا لا 100 بص ال 100 50 و50 مين اللي مقسمها؟ ربنا سبحانه وتعالى. وكان مقسمها زمان بس ربنا بس كان ربنا زمان ما بيقولش إيه؟ لا ما بيقولش زمان الملاحظات السيئه الايجابيات فرضه نفسها أيوه. وبتراجع ورا كنا بنحس بالحلو لكن أيوه. كان في وحش. طب ما كان في حراميه زمان وفي بس مش بهذا الكم يا دكتور. ما هو العدد برضو بالنسبه والتناسب. انت كنت 18 20 مليون كان في كم حرامي في مصر؟ كم يبقى 5% 5% والله ما كانش نسبه كبيره يعني معلش يعني زي ما هقول لحضرتك دلوقتي احنا نعتبر في حرب طبعا غير معلنه وحرب بشعه اقوى من حرب 73 طبعا. في 73 لم يسجلوا محضر سرقه واحد يعني اذا كمان الحراميه وقفت وحست ببلدها في 73. حضرتك دلوقتي احنا فين؟ هل احنا دلوقتي حضرتك زي ما بتقول فين؟ نسبه وتناسب احنا فين لا دلوقتي؟ ما عند حضرتك كميات السرقه كتيره او الناس المرتزقه اللي موجوده في البلد بتنادي بثوره جديده اسمها ثوره الايه؟ الجياع. واحنا الجياع. مش جعانين يا كويس؟ دكتور احنا مش جعانين. مين اللي بينادي؟ العملاء الحرمي بالظبط. هو ما عاوزها فوضى عشان العملاء يا دكتور. والدين حسم ده يعني من غشنا فليس منا وفي مقوله للسيد المسيح عليه وعلى رسولنا الكريم السلام قال من خسر كل شيء من كسب العالم وخسر نفسه. صح. فانت بتكلم زي تاكيد لكلام حضرتك ازمه الضمير. ضمير ما هي مش مساله الضمير. صح. دكتور حضرتك نرجع تاني لموضوعنا الطبي. حضرتك عندك ثلاث غرف عمليات من خمس. اكبر خمس غرف عمليات من اكبر من افضل واحسن العمليات. غرف عمليات. حضرتك ازاي طورت لغايه ما وصلت ان يكون عند حضرتك هذا الكم وهذه النظافه والضمير وانتقائك للممرضات؟ عايزين نعرف التجربه دي عشان الغير يحتذي بيها. وهل حضراتكم بتكسبوا ولا لا؟ واحد سبب نجاح هذه المنظومه ان لما اخترنا طاقم التمريض وطاقم الاطباء اخترناهم باتقان جدا جدا جدا. ولما بيتغير مثلا واحد بيسافر او واحد بيروح حته تانية بلده او حاجه بنجيب افضل ما بنجيبش للادنى. وبعدين هي في تسعير النهارده للنائب اللي هو الصغير بكامل الاخصائي بكام والاستشاري بكام. دي حاجات كلها بعد دراسات مع جميع المستشفيات. يعني انا النهارده مثلا لما يجي مجموعه زي مجموعه فنيين الاشعه عفوا عاوزين يزودوا مرتباتهم ازود مرتباتهم بشوف السوق فيه ايه واقول له انا هديك زي السوق مالكش حاجه عندي اكتر من ان انا ادي الفلوس زي السوق. لو اديتك اقل هتسيبني وتمشي وبعدين هي المشكله بقى في المجموعه الطبيه الفنيه بقى الطبيه سواء ممرض او فني او حاجه زي كده انه لو لقى جنيه زياده في حته جارك بيروح ويسيبك. يعني انا عندي اتفتح كام مستشفى جنب مني النهارده حوالي اكتر من 12 مستشفى واخرهم المستشفى اللي هي الخيري بتاع بهيه. أيوة. ده انا معاهم وتعاقدت معاهم ان انا باخد مرضاهم لانه ما عندهمش اقامه. أيوة. دي مستشفى خيري كتر الف خيرهم. عندي ثلاث ارباع الممرضات اللي عندهم بتوعي ومش زعلان لانه ما خدوا خبره عندي. أيوة. ومريض الاورام ده بالذات بيبقى له يعني الشاهد من كلام حضرتك هو الوقت بس للاسف الكلام الممتع الجميل ده والاستفاده يعني تهمنا. الشاهد من كلام حضرتك ان انا ممكن استثمر في الطب اكسب ايوه ماديا وانسانيا ايوه وده اللي الأهم. عندي وده الاهم. وهرد بقى على الدكتوره لما بتقول بتكسب ولا انا بكسب. ايوه ما هل صندوق المعاشات هيتحمل خسارتي ليه؟ ايوه انا بدي لعضو النقابه التطبيقي 70% تخفيض على كل الاجراءات اللي بتاخد في المستشفى. مين التطبيقي؟ اللي هم اعضاء النقابه اللي هم حاملي المؤهلات الفنيه المتوسطه والفوق متوسطه أو المعاهد العليا زي ما بيسموه. بدي دول تخفيض وبديه لاولاده الاسره اللي هم اللي القصر اللي لسه ما زالوا على ولايته بدي الابن او الابنه 30% تخفيض. ورغم من ذلك يا دكتور بتكسبه. بكسب منين؟
بكسب بمكسب حلال منين؟ من الراجل العادي بقى اللي مش عضو نقابه. ايوه بدل ده بسعر بدل نفس السعر واحد بس انتوا كنتوا ونفس المعامله واحده. ما انا بدعمها وبرضه بدعمها منين؟ من صندوق المعاشات. جميل حاله الرضا يا دكتور اللي انت فيها ده، واحنا ما جبناكش بجد لما كنا بنقدم بس نموذج محترم. بس في سؤال يا دكتور بس قبل ما نختم، حضرتك ليه ما تقعدوش او تطالبوا ان انتوا تقعدوا مع السيد الرئيس في تطور المنظومة الطبية أو التجربة بتاعتكم؟ أنا حضرتك عملت له نداء إن احنا نقعد معاه، بس أنا عذره. أيوه. احنا نمرة 10 في الاهتمامات. ماشي، احنا راضيين، لأن احنا مستنيين بكرة. أيوه. أنا مش هعمل زي الشعب اللي بيهلل وعشان كيلو سكر يروح يعمل لي مشكلة، لا أنا صابر، وطول عمري بصبر. إيه المشكلة إن أنا أصبر السنوات اللي جاية؟ عشان أعيش في عيشة إن شاء الله كويسة. وتقف بلدنا على رجليها. ربنا يحمي مصر رب ان شاء الله تعالى وسائر الدول العربيه. شرفنا ضيف النهارده الدكتور حسن زيان، امين صندوق النقابه العامه ورئيس مجلس اداره مستشفى الجيزه للتطبيقيين. نموذج محترم قدمناه يحاكي المنظومه العلاجيه في مصر. ان شاء الله تعالى النصر والخير لمصر وكل الدول العربيه. كان اضافه وشرف لي على المستوى الشخصي النهارده الزميله القديره الاعلاميه امان الموجي، شاركتني الحوار مع ضيفي. مشاهدينا استنونا الاسبوع اللي جاي في صدى العرب وملف جديد وصدى العرب لكل العرب.